وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف أحد أهالي حضرموت عبد العزيز مرضاح. مساء الخير عبد العزيز. يا نور أخي، حياك الله. تفضل. أهلا بك. هل من معلومات عن وصول أو اقتراب الإعصار من المحافظة؟ والله الآن في الساحل الآن تردد شديد بالنسبة للإعصار. نعم، هل تلاحظون أن الإعصار بدأ يقترب؟ هل هناك من مؤشرات تلمسونها في المحافظة؟ بدأت الأمواج الآن بارتفاع على ساحل حضرموت. الآن اتصالي مع أصحابنا في الساحل، الآن بدأت ارتفاع الأمواج على الشاطئ. وبالنسبة للوادي أعتقد بس سيرية خفيفة لحد الآن سيرية خفيفة، ما في تأثير قوي جدا، لكن في ترقب شديد. بالأمس كونت اللجنة من نائب المحافظ صالح العمري في الساحل، وتم اخلاء بعض المنازل اللي هي في حي الشهيد في المكلا، اخلوها تحسبا لعمل انا اقولهم عمل 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 احترازي للمواطنين. نعم، بالإضافة إلى هذه الإجراءات، هل لمستم إجراءات أخرى من خطة الطوارئ التي تم اتخاذها بالخصوص التعامل مع الإعصار؟ نعم، في خطة كانت في رئاسة نائب المحافظ الأخ صالح العمري، تمام، وتنسيق مع جميع الدوائر، سواء المطافي الأمن العام والجيش وقيادة المنطقة الثانية في المكلا. والان نفس الطريقه الان في باسم الوكيل وكيل الوادي، الان نفس الطريقه تقريبا. الان الخطه ماشيه على 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 احتراز وعلى توهب استعدادا للاعصار هذا القادم. نعم، عبد العزيز مرضاح احد اهالي محافظه حضرموت، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.